مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت زوجة الحارس المصري ملكة جمال العرب السابقة يحيى سمارة مقاطع من حفل زفاف أختها، وقد حضر هذا الحفل العديد من مؤثرات السوشيال ميديا. سمارة فضلت عن عدم الكشف عن وجه أختها العروس فيما استعرضت جمال طرطة الحفل. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.